أهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو اللي من خلاله هشرح فكرة كيف نعمل إخفاء لرابط لوحة التحكم الخاصة بالموقع في الووردبريس. الآن الفكرة بأنه الستاندرد في لوحة في كل روابط الدخول على لوحة التحكم بتكون اسم الموقع سلاش wp-admin، فهذا الأمر المفروض أنه كل صاحب موقع فعلا حريص على الموقع من ناحية السيكوريتي أنه بيحاول يغير هذا المسار بحيث ما حدا بيقدر يخمنه أو ما حدا بيقدر يفوت عليه. فبالتالي في عدة طرق علشان نغير الرابط، ومن أسهلها أنه طريقة عن طريق البلاجين اللي هنستخدمها في هذا الفيديو اللي هي اسمها WBS Hide Login. WBS Hide Login. الآن بنعمل إلها تثبيت install now. install now الآن activate أو تفعيل، بنروح على الإضافة وبنضغط على settings وبنروح على login URL، بنغيره لأي اسم مثلا تيست وبنضغط على Save Change. الآن إيش الاختلاف؟ الاختلاف مثلا حنروح مثلا على هذا الموقع وبنحاول نكتب wp-admin وبنشوف هل فعلا حيفوت على لوحة التحكم ولا لا. wp-admin هنضغط هنا، هنا بيحول لي على صفحة خطأ انه ما في اشي اسمه wp-admin. فبالتالي لو كتبنا تيست هنا حولنا على صفحة الدخول العادية.